هلو، مرحب جميعا، حياكم الله عن جديد بفيديو جديد بموضوع جديد. موضوع اليوم حيتكلم عن الناس اللي بتنفذ بدون ما تخطط وبتخطط بدون ما تنفذ. كثير منا بروح على محلات البيتس وبيعجبوا حيوان بيشتريه وبروح فيه على البيت وبصير فيه مشاكل في البيت. ليش جبت هذا الحيوان؟ أنا عندي فوبيا، أنا بخاف من هذا الحيوان، هذا وسخ، هذا نجس، هذا 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 إلى آخره. مبارح مر علي زبون شاري هذا الكلب ومروح فيه على البيت، صارت حفلة في البيت، الكلب ما بيدخل البيت، أنت ولا الكلب، بيطلع أنت والكلب برا وإلى آخره. أجانا الزبون عنا، دخيلك حبيبك الله يرضى عليك، الكلب أنا ما بدي إياه، خده بنص السعر، أقول لك خده ببلاش، أقول لك أنا حكبه في الشارع. فإحنا منيجي من الباب الإنساني بنحاول إنه إحنا ناخد الكلب ونعطيه لناس تانيين اللي بيعرفوا يعتنوا فيه وبيقدروا هذا الحيوان أو إنه يجدوا له مكان المناسب. أنا عادة لما يجيني زبون بده يشتري أي حيوان، في بعض الأشياء أنا بحب أستفسرها من الزبون والزبون بيستغرب منها. يعني أنا لو شخص بده يجي يشتري كلب بسأله مثلا شو نوع الكلب اللي أنت بدك إياه. مثلا بيجي بيقول لي مثلا أنا بدي كلب لارج، اللي هو مثلا السيكوريتي دوغ، مثلا جيرمان شيبرد، روتوايلر، جولدن ريتريفر، لابلادور، ماستيف، جريت دان، الكلاب اللارج. بسأله بعض الأسئلة منها كم راتبك، وبستغرب بقول لي طيب أنا بدي أشتري كلب، إيش دخل الراتب في الموضوع؟ لا إله دخل. مثلا بيجي بيقول لي أنا مثلا راتبي 4000 درهم. طيب أوكي، أنت بدك تأخذ كلب لارج من هالكلاب الكبيرة، الكلب هذا بده وجبتين، لو نحن يعني كفير نكون للكلب وللمربي إنه بده يعطيه وجبتين، الوجبة الأولى 500 جرام والوجبة الثانية 500 جرام، يعني بده في اليوم كيلو. لو جينا إحنا نحسبها على أرخص أنواع الأكل، أرخص أنواع الأكل نحكي إحنا الكيس اللي هو 20 كيلو سعره 100 درهم، أو 10 كيلو أتصور 100 درهم، يعني بده الكلب بالشهر 3 أكياس، هي 300 درهم. إذا أنت راتبك 4000 أو 3000 درهم، ما أظن إنك أنت تقدر تربي كلب من هالكلاب هذه. السؤال الآخر، طبعا أنا لسه ما حسبت لك إنك بدك توديه على الدكتور، بدك تسوي له جرومينج، بدك تسوي له دلعه، تاخده تسوي له سناكس، الأشياء هاي حيكلفك بالشهر بحدود 500 إلى 600 درهم، على حسب أنت كم بتحب تدفع على الكلب تبعك. وين ساكن؟ بقول لي والله أنا ساكن باستوديو. طب أنت باستوديو ساكن بدك تربي كلب، يعني هذا بده مكان بارك، بده جاردن، بده فيلا، بده مكان يركض فيه باستوديو. يعني أنت لو تروح على الشغل وترجع والكلب موجود في البيت وزهقان وبده يلعب، حتتخيل بيتك يعني ضربه إعصار أو قنبلة، البيت أبسايد داون. فلهذا السبب دائما إحنا بنسأل الزبون عن الراتب، عن حجم البيت، والأهم من هذا كله إذا كان ساكن في بناية، هل عندك أنت موافقة من البناية إنك أنت تربي حيوانات، تربي كلاب أو قطط؟ هل أنت سألت جارك إذا أنا جبت كلب إنه أنت حتتقبل لو نابح بالليل ما تشكي علي للشرطة؟ أو في بنايات بتوافق، في ناس ما عندها مشاكل، في بنايات بقول لك لا احنا من شروط البناية انك انت ما تربي كلاب ولا تربي حيوانات، ممنوع البيتس في البيلدينج. تتفاجأ زبون بيشتري الكلب وبروح على البناية، السيكوريتي بيوقفه، وين رايح يا الحبيب؟ تعال. ممنوع. شو ممنوع؟ لا ما ممنوع، برجع على المحل رجعوا لي، المحل بتقاتل معه، بصير في مثل الشخص اللي اشترى الكلب واجى يترجى. الله يخليك دخيلك رجع لي. دائما قبل ما تشتري كلب او اي حيوان فكر اسال بعدين نفذ، مش تنفذ بعدين تفكر بعدين تسال. انا برايي انه انت بتروح على المحل مره ومرتين وثلاثه، اهل بيتك ممكن اهل البيت المدام الاولاد بيخافوا من الكلب ما بدهم كلب، في عندنا اوبشن ثاني، ممكن ان انا اقول لك ممكن تاخذ كلب اصغر من الكلاب الصغيره، تشواوا، بوميرانيان، شيتزو، مالتيز، وات ايفر، أو إنك ممكن تدخل على شيء تاني، ممكن تأخذ مثلاً هامستر، تدخل على الرابيتس، ممكن أكواريوم، ممكن تيرتل، ففي أوبشن. فعشان إحنا ما نخليك تكره الهواية هاي أو إنك تكره إنك تربي حيوان، بالعكس إنك تستفيد، وهذا نعطيك الخيارات اللي أفضل.
اسأل قبل ما تجرب وافهم واعرف، وإحنا مستعدين دائما، بابنا مفتوح لأي سؤال ولأي استفسار. أتمنى أنكم استفدتوا، ونشوفكم في فيديو جديد وبموضوع جديد. إلى اللقاء.